ولمزيد حول أزمة دفن ضحايا فيروس كورونا في العراق بعد أن كشفت مقاطع مصورة عن طريقة دفنهم، ينضم إلينا عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي عبر سكايب من عمان. أهلا بك سيد عبد القادر معنا. بداية، اعتداءات على الأطقم الطبية واهتراء في البنية التحتية الصحية ونفاذ للأكسجين، هل ترى أي استعدادات حقيقية لمواجهة الموجة الثانية التي من المنتظر أن تكون أكثر خطورة من سابقاتها؟ تفضل. أسعد الله مساكم ومساء مشاهديكم الكرام. لا استعدادات مطلقة لا للحكومة ولا وزارة صحتها، والعراقيون يصارعون أزماتهم بأنفسهم وأمام حقيقة ضعف كبير تماما لكل الأطر التي من خلالها يتم مواجهة كورونا. وقد رأينا كيف تخلت الحكومة ووزارة الصحة عن إسعاف المستشفيات، ليس المرضى إنما المستشفيات، ونقص الأكسجين بطريقة واضحة، وكيف يصارعون الموت وأصبحت الناس تذهب إلى منازلها وتكون هناك العزل الصحي داخل المنازل التي اتخذت منازلها عبارة عن مستشفيات صغيرة. هذا يؤكد نحن أمام جانحة، إذا ما جاءت الموجة الثانية نحن أمام كارثة إنسانية سيتعرض لها العراق والشعب العراقي. نعم سيد عبد القادر، في ظل ارتفاع أعداد الوفيات نتيجة فيروس كورونا والحديث عن موجة ثانية، ماذا يعني ألا يلقى الضحية ولا تلقى الضحية التكريم اللازم والواجب للمتوفى، مع تأكيد أهالي الضحايا أن موتاهم يدفنون في هذه الأيام من دون غسل شرعي ولا يدفنون على الطريقة الشرعية؟ تفضل. معلوم أن إكرام الميت دفنه، وبالتالي هذا واجب، وحتى أنه فرض كفائي أن يقوم المسلمون بدفن الموتى وحتى غير المسلمين، فلا سيما أن ما يجري حقيقة هو عملية تربح بطريقة واضحة وبشعة تم استغلالها، وإلا لماذا الكوادر الصحية ووزارة الصحة تعطي قضية دفن موتى كورونا على شكل مقاولة لميليشيات واضحة؟ هذه الميليشيات لم تحترم آدمية الإنسان في حياته، فهي اختطفت وقتلت وعذبت، فكيف يراد منها أن تحترم الموتى؟ لذلك هنا أنا أقول ليس فقط ينبغي أن يكون هناك تدقيق في القبور وعدم طريقة الدفن الصحيحة، وهي جريمة إنسانية واضحة المعالم. بالتأكيد لن تكون هناك حسابات أو محاسبة عليها من قبل السلطات الحكومية، لكن أنا أقول لذوي الضحايا عليهم أن يفتشوا أيضا على جثث ذويهم، ربما تعرضوا لبيع أعضائهم قبل أن يدفنوا، لأن هؤلاء يتاجرون بالضحايا أحياء وميتين، وبالتالي نحن أمام ملف ينبغي أن يفتح التحقيق عليه. لا عدالة للحكومة ولا يمكن لها أن تخضع لعملية أنها تكون نزيهة، لذلك على ذوي الضحايا أن يفتشوا عن أجساد ذويهم، وحتى الذين يجدونهم بالقبور عليهم أن يفتشوا، لأننا حقيقة نتوقع وأنباء وتصلنا أن هناك بيع حقيقي لأعضاء الموتى الذين ماتوا بكورونا. الأهالي كشفوا عن تدخل غير مفسر للميليشيات في دفن ضحايا كورونا، لماذا تتدخل الميليشيات في عمل هو من صميم اختصاص وزارة الصحة وهو دفن ضحايا كورونا؟ لماذا تتدخل الميليشيات باعتقادك؟ بالتأكيد هو هناك دافع أساسي وهو الدافع المالي، لأن هناك مبلغا ماليا يدفع من منظمة الصحة العالمية ومبلغ آخر مالي يدفع من وزارة الصحة، وبالتالي كل قضية مالية تجد هؤلاء يتصدرون من أجل الاستفادة المالية لها. وإذا ما ربطنا ذلك بقضايا قضية المشرفين عليها من المعممين، لذلك هم يبحثون عن المال، وإذا ما فضحت أو كشفت بيع الأعضاء البشرية لهؤلاء الموتى، ربما سنجد أن نحن أمام مسألة كبيرة من التربح المالي لعملية دفن كورونا. وإلا ماذا يعني أن يذهب فقط لمقبرة النجف أن تدفن هناك موتى كورونا؟ ما هي دفنت في بغداد، وأهل الرمادي دفنوا أو الأنبار دفنوا في مقابر خاصة، وكذلك محافظات أخرى. لماذا يعني يتم دفن كل على مسقط رأسه وتخصص مقابر خاصة كل في محافظته، وبالتالي يمكن لفرق الصحة وحتى ذويهم أن يتم استخدام الأشياء الواقية في عملية الدفن، ولا حرج، هناك الدفاع المدني وهناك كثير من الذين يستطيعون دفنهم.
لكن القضية مالية بحتة وليست القضية أنهم يريدون وضعاً إنسانياً لدفن هؤلاء. سيد عبد القادر، بعد ثبوت حالات أو وقوع حالات دفن غير شرعي، وجد الأهالي أنفسهم مضطرين لإعادة دفن موتاهم، فحينما توجهوا إلى قبور يعني موتاهم اكتشفوا أن توابيت موتاهم فارغة. السؤال هنا، أين تذهب الجثث ومن المسؤول عن اختفائها؟ وربما هذا يعزز ما تفضلت به قبل قليل عن الحديث بالاتجار بالأعضاء. من المؤكد تماما أن المسؤول هي فرقة الإمام علي، الميليشياوية هي المسؤول الأول، لأنهم هم ذاتهم كانوا يعلنون وزارة الصحة وكانوا يصورون على أنهم يستلمون جثث ضحايا كورونا ليتم دفنها، وبالتالي هؤلاء يتحملون المسؤولية، ومن يديرهم من المعممين المرتبطين بها، لأن عملية عدم وجود الجثة بمعنى أنه تم بيع الأعضاء البشرية بالكامل، وبالتالي ربما الفرق الطبية التي تشتري هذه الأعضاء وجدت أن جميع الأعضاء صالحة وبالتالي تم بيعها، وحقيقة أمامهم أمام جريمة تشريح كامل للجثث، وبالتالي تم التخلص منها بأماكن أخرى. على هذا الأساس فهؤلاء يتحملون المسؤولية، والمفروض أن يتم اعتقالهم للتحقيق معهم لو كانت هناك حكومة عادلة. في سؤالي الأخير إليك سيد عبد القادر، يعني ذوي ضحايا فيروس كورونا في أكثر من تسجيل مصور حملوا المرجعية وميليشيا الحشد مسؤولية ما جرى لذويهم، لماذا يحملون المرجعية المسؤولية على حد معرفتك؟ لأنها هي من دفعت بهذه الفرقة أو هذه الميليشيا لاتخاذ عملية دفن ضحايا كورونا، ولأن هؤلاء المعممين هم من حددوا مقبرة النجف، ولا أعلم لماذا هذا التحديد بالذات، وبالتالي من يدفع بهؤلاء ويدعمهم من أجل دفن ضحايا كورونا وقد أعلنوا بذلك رسميا فهم يتحملون المسؤولية، ولذلك المفروض على أهالي وذوي ضحايا كورونا أن يتوجهوا إلى المحاكم لإقامة دعاوى واضحة تماما، أولا لرد الاعتبار، لأن إهانة الموتى والجثث حقيقة ليس من الواقع الإنساني، وهي عملية يعني ينبغي أن نغضب عليها جميعا، وثانيا لأن هناك تلاعب كبير بهذه القضية، وبالتالي ينبغي عليهم حقيقة أن يتخذوا خطوات فاعلة من أجل استعادة ذويهم وجثث ذويهم والكشف عن المغيبين الذين لم يجدوهم، وبالتالي أن يكون هناك مواجهة لهؤلاء الذين تلاعبوا بجثث الموتى ولم يحترموا مشاعر ذويهم. الكاتب والمحلل السياسي عبد القادر النايل، كنت معنا عبر سكايب من عمان، شكرا جزيلا لك.